السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في قناة تدبيرة. يومكم مبروك معطر بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله. طليت عليكم اليوم فيديو جديد كله نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. اليوم رانا في دارنا جديدة اللي موالفين ويكنديو فيها، بديناها بالميناج. بديت بهاد لابياس اللي كل خطرة تجيني واعرة، غسلت كامل لي طابي، حكيتهم بلا بغوص والصابون، شللتهم خليتهم ينشفوا لي بيد ما نكمل الميناج نلقاهم واجدين. حكيت كامل الزجاج من رغوة ومضباب، كما على بالكم صال دو بان تعمر بزاف بالرغوة تاع الصابون. حكيت كامل لافايونس وشللت، مسحت كامل المرايا، حكيت كامل التيقان والبيبان وشللتهم. كيما راكم تشوفوا رغونت كامل الدار وشللتها ملي بدات حتى كملت. سيترنا تاع المقرب فرقتها كامل. الدار ماهيش مسخه بزاف بزاف، فيها برك لا بوسيير الخطر موالفين نروحوا لعندها شاك ويكان، دونك ما كاش حاجه فيها مسخه بزاف، برك فيها شويه لا بوسيير. وحبيت ندير غو ميناج، كيما الكوزينه ما راناش نطيبوا فيها، اشاك فوا ندو الماكله من الدار ونسخنوها بالميكرووند، دونك ما فيهاش الكغا بزاف وما ماهيش مدخنه. غسلت برك لا بوسيير، جاتني بزاف ساهله الكوزينه. حبيت برك اليوم ندير غو ميناج، كاين بزاف لي زونطوا لي نلقاو فيهم رميله تاع الصحراء، بصح دارنا ماهيش مسخه بزاف، قلت لكم شويه لا بوسيير. انا كل ما ندير الميناج نحب ندني كامل لي مابل لي فوتاي ولي طاب، كل حاجه ندنيها ونغسل موراها باش تقعد كل حاجه نقيه. زرزيق وتفحفيح، ريحه الصابون لحقت البرة. شتو كي تكون الدار نقيه المورال يكون طالع، وكي تكون مرونه المورال يكون حابط. هذه غير البنات اللي على بالهم بها، كي تكون كل حاجه في بلاصتها وكل شيء نقي، كل شيء راه ممسوح من لا بوسيير، المورال يكون طالع توجور. لهنا مسحت كامل لي بريز، مسحت لي لوستر، مسحت لي طابل، كل حاجه كانت ممسوحه من لا بوسيير. قلت لكم حنا ما عندناش فونت صابل ولا دونك الدار ماهيش مسخه بزاف. كما قلت لكم هنا ما كانش غاز دو فيل، دونك ما كانش لقى بزاف الكوزينه. والموان تاع الكوزينه حاجه اللي تعجبني فيهم، كل شيء شريناه نواري بلون، كل شيء راه مخدوم بدو كولور، كاين لو نوار كاين لو بلون، ميم البلافون درناه بنواري بلون. لهنا تاني مسحت مول الفريجيدار، عاودت رجعت للبلاستو. بديت الميناج من 8 تاع الصباح، كملت على الزوج. كما قلت لكم هاد الدار ما فيهاش بزاف الدوزان، ما فيهاش بزاف لي مابل، رانا غنشرو غير بشويه لي مطلة المخايد لي موالفين نرقدو فيهم، خرجتهم كامل الشميسه. لهنا راني كملت مسحت كامل. خلينا الحالة حتى نشفت، ومن بعد يما راح تتوجد في الفطور، ولا غير كانوا رجليا منفخين منفخين من كثرة اللي كنت واقفة بزاف ومن كثرة الماء اللي كنت نخرجو برا. دونك قلت لكم دينا الماكلة من برا، يما كانت تسخن في الميكرووند كانت تتوجد لنا، دينا بطاطا مقلية مع البيض. دي فوا نشرو الماكلة امبورتي باش دينا كلش ساهل. ندوزو نهار ولا زوج في هاد الدار ونعاودو نولو لدارنا اللي راه في الفيلاج. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ويكون خفيف طريف على قلبكم. برك ما تنساوناش بجام وتعليقات اللي راح تحفزنا باش نزيدو ندير لكم دي فيديو كيما لي روتين تاع اليوم.
صورت لكم لقطات بزاف صغيره كي كنت نحك ونشلل، درت لكم برك لقطات صغيره بزاف، الخطاش هنا ما كاش وين فيكسي التليفون، دونك درت لكم غير لقطات صغيره بزاف. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لهنا راني كملت مسحت والحاله نشفت، قعدنا ريحنا ودنا لاسيست. هنا قلت لكم هاد الدار نحبها بالبزاف، جايه في واحد المضرب ايزولي ما فيهش بزاف الغاشي، لي ديغني طون هادو ما كان بزاف اللي راهم شاريين هاد المضرب. مانيش حابه نصور برا، مانيش حابه نصور الناس، بصح قلت لكم كل ما نجو لهنا نلقاو راحتنا النفسيه، واحد الهدوء، واحد الطمأنينة نصيبوها هنا نلقاو راحتنا. دونك شاك ويكاند ولا كي تكون اوكازيو هكا نجو لهنا نريحو ونعاود نولو للدشرة للفيلاج تاعنا. ان شاء الله عن قريب راح ندير لكم فيديو واحد اخر كيما هذا، ندير لكم روتين في دارنا واحده اخرى اللي جايه في لاسورتي تاع الاربعاء. دونك هذه هي الدار اللي رانا نويكانديو فيها، اوليو نروحو ضياف عند ناس واحد اخرين رانا ضياف عند روحتينا، ما نقلقو حتى واحد، ما كاش كيما اللي لقى راحتو في دارو. هاد الدار فيها تخوازيطاج، تخوازيام ايطاج درناها بلا شاربونت وجايه اون فاس الجبل، الجبل اللي معروف بلا مان دي جويف، والجبل تاع لامان دي جويف معروفة جاي في واسيف، في منطقة واسيف دايرة دو واسيف. دونك هذا هو روتين تاعنا لينا ها اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. كتبوا لي رايكم في التعليقات ولا عجبكم الفيديو باش نزيد نصور لكم اكثر واكثر. تعيشوا ديروا لي جام لا فيديو تاعي، حفزوني ان شاء الله. خطره واحده اخرى كي نجي لهنا راح ندير لكم اللايف كيما موانف ندير لايف كل عشيه، ان شاء الله راح ندير لكم لايف من هذا المضرب. قادوا اوفياء القناه تاعي حفزوني، ان شاء الله راح ندير لكم روتينات الطبخ والحلويات من هذا المضرب، وراح نديروا لي لايف كيما موالفين نديروا لي لايف كل عشيه. برك قعدوا اوفياء للقناه تاعي للفيديوهات تاعي، حوسوا وين تلقاو راحتكم كيما يقول المثل بد المراح تستراح. لهنا كملنا الفيديو تاعنا لنهار اليوم، ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك للقناه، دمتم اوفياء للفيديوهات تاعي. نتفارقوا على هاد الجبل تاع لامان دي جويف اللي جاي في واسيف، نقول لكم سلام.